طبعا لنقل صورة او 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 يعلمون الشباب يطبقون القوانين يلتزمون بلوائح المرور. انت شايف اعوذ بالله من الحوادث اللي قاعد تصير برا. احنا ليش شبكنا هذا مع الشباب؟ نبي الشباب يتخذون بالثقافة ثقافة المرور اللي قاعد ينشرونها عرفتهم في سيباتهم والتلفزيون اساس يعني شوية يسوقون بعقلانية يحترمون قوانين المرور نقلل من الحوادث. لأن صراحة قاعد تصير تواجه حق أسر وشباب كله قاعد يروحون تصير بسرعة عرفت شلون؟ فالحين احنا نحاول الشباب ان يعني نثقفهم بالثقافة ان يلتزمون بقواعد المرور يحترمون رجل الأمن يحترمون المرور عرفت شلون؟ وهذا طبعا اعتقد أفضل شيء قاعد نسويه أساس ننمي أفكار الشباب الكويتيين. طبعا الشباب تدري ان هي ثروة الوطن ما عندنا غير الشباب فاحنا مركزين على الشباب. فاليوم شايف انت سياراتهم السرعة هذه كلها قوية ماسل كارد سبورت عرفت شلون؟ يعني في انه يشوف سرعة احنا قاعد نخليه يطلع بكل احترام احترم قواعد المرور يسوق سيارة سلاسة أساس يراوي الناس كلها ترى أنا احترم المرور كأي شخص سيارة صالون عادية. وهذا احنا الفكرة اللي ودينا نوصلها حق الناس. حياك الله.